قال الشاعر بصوت حسام نصر الله. عاش صالح بن يزيد أبو البقاء الرندي في الجزيرة الخضراء في الأندلس، وعاصر الفتن والاضطرابات التي حدثت من الداخل والخارج في بلاد الأندلس، وشهد عدة حروب طاحنة أدت إلى انهيار جزء كبير من جسد الدولة الإسلامية هناك وسقوطها بيد الإسبان. فنظم أبو البقاء قصيدته حسرة على ضياع ملك المسلمين وبلادهم واستنصارا لأهل إفريقيا، قال فيها: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان. دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. قال الشاعر بصوت حسام نصر الله.